أنا أفهم والقضية سهلة جدا، إن كل ثلاث نساء راح تصعد امرأة. نعم. كل ثلاث رجال راح تصعد امرأة وفق الدوائر المتوسطة اللي أقروها، اللي مفصلة حسب مقاسات هذه الكتل الحاكمة في العراق منذ 2003 إلى الآن، اللي أوصلت البلد إلى هاوية سحيقة. لكن السؤال، شلون راح أعرف المرأة الفائزة؟ شنو الآلية؟ يبدو أنه السادة النواب نسوا اللي صوتوا عليه قبل 8 أشهر. هناك آلية موضوعة لاحتساب المرأة الفائزة بتلك الأصوات. القضية مو أنه كل ثلاثة الرابعة تصعد امرأة، لا، مو بالشكل اللي يطرح السيد كون. يجي يفصل الآلية القانونية، شلون الحساب القانوني لصعود النساء، لأنه النساء ما ثبتت بفقرة الفائز الأعلى أيضا. النساء خلوا لهم آلية مختلفة، ولهذا أقول أنه 80 مقعد اليوم راح تكون مرهونة باجتهادات مفوضية أيضا تمت محاصصتها من قبل نفس الكتل اللي خلت القانون. اللي تفضل بي ضيوفك حول أنه الناس راح تبدي تعرف ممثليهم، أنا أسأل سؤال، الدائرة الانتخابية تمتد من الكرادة إلى الزعفرانية، شلون الناس المستقلين يقدرون ينافسون بها وفق المليارات اللي تضخ من دول الجوار واللي قاعد يحصلوها من الوزارات اللي تحاصصوها؟ شلون الناس تقدر تنافس وفق سلاح منفلت، مجاميع خارجة عن القانون؟ شنو البديل برأيك؟ شلون الناس إذا الدائرة كبيرة؟